رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف النهارده مع بعض السمك البلطي من خير مزارعنا، اكله مفضله لكل المصريين. انا شخصيا بعشق السمك البلطي. تعالوا نعمله مع الرز. مقاديره على الشاشه. سمك بلطي 3 في الكيلو 4 في الكيلو، ولكن يتطلب ويفضل لما نيجي نعمله مع الرز نختار السمكه المتوسطه الحجم اللي تقريبا 3 يعملوا كيلو. المقادير على الشاشه. معانا سمك بلطي ومعانا رز مصري. رز مصري ومعانا كمان شويه بهارات وملح وفلفل وبصل وتوم، ما ننساش الكمون والكزبره في مقدمه التوابل. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، ولكن السمك البلطي على الشاشه بيتكلم مصري. سمكه بتلمع، لحمها نضيف من خير مزارعنا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. كله دلوقتي هيقول لك يا شيف مغازي حرام عليك السمك فيه شوك كتير وازاي. تعالي معايا واحده واحده كده ونشوف ازاي نعمل شوية رز مع السمك. أول حاجة هنخلي الرز على جنب كده وناخد السمك ده ندلعه. ناخد الراس نصنع منها شوية شوربة. يعني إيه يا عم الشيف؟ عايز شوية شوربة حلوين كده علشان الرز يشرب من طعم السمك. باخد الراس كده بشياكة من السمكة من غير ما أخد لحم. اللهم صل على النبي. السمكية بلحمها، خلي بالك السمكية مش بحجمها، أهم حاجة تكون السمكية دي ظهرها فيه لحم. أه حلو. الرز بتاعة السمك دي مع عود زعتر مع بصلاية مع قرن فلفل حار، معايا حلة على النار، بحطهم كده ياخدوا غلوة. حلو أوي. معانا عود كرفس بنحطه مع الشوربة دي، ليمونة مع الشوربة دي، وأنا واقف كده إيه بسلم. عود زعتر حلو مع الشوربة دي مع بصلاية حلوة. بصنع شوربة دلوقتي، أنا مش بستخدم مكسبات طعم خالص في الأكل بتاعي من يوم ما حضراتكم شفتوني. أه آدي البصل في قلب المية، معانا توم في قلب المية زي الفل، وأسيبها تغلى على النار. نيجي لموضوع السمك بتاعنا. باخد السمك كده زي ما هو، بقطع الواحدة على اتنين بالشكل ده كده. هتسأليني تقوليلي ليه اخترت السمكة المتوسطة الحجم؟ الشوك بتاعها بيكون بسيط جدا غير السمكة الكبيرة. هناخد السمك ده بعد التقطيع دي كده هنتبله مع بعض ونشوف نتبله ازاي. الله، ايه ده يا عم الشيف؟ ليه كده بقى السمك كتير في ايدك؟ بركة، أكلة أمي بركة. أهو ده التوم في قلب التتبيلة، سنة شبت مع كزبرة في قلب التتبيلة. حلو أوي. عصرة ليمون صغيرة في قلب التتبيلة. خلي بالك دلوقتي أنا هعمله مع الرز، هي دي التركاية وده الجديد وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. طماطمية مبشورة في قلب التتبيلة، اللهم صل على النبي. عود زعتر حلو في قلب التتبيلة. زعتر الطازة ده ريحته لطيفة، خلي بالك. شوية الملح بتاعنا بإيدك كده، بهاراتنا ملح وفلفل كمون كزبره، الثلاثي المرح اهو، كمون كزبره بابريكا. كمون ده اساسي، شويه كركم مع الفلفل بتاعنا. السمك يحب الكركم والكركم يحب السمك. اصبحت السمكه كده متبله. هنمسكها كده بلطافه بايدينا ونخليها في التتبيله شويه كده. الله، زي ما انا شغال. اوعى تحط بصل، بصل هنا هيديكي طعم تاني في السمك ويفصلنا. انا حطيت توم فقط، خلي بالك كده التركايه بقى. توم، عصره ليمون، طماطميه مبشوره عشان تديني سائل له قوام، مع توابلنا ملح وفلفل كمون كزبره بابريكا كركم والملح طبعا ده اساسي.
حلو قوي. هنخلي السمك عايم في قلب التتبيله. حلو. وناخد بعضينا كده ونوقف على النار نشوف هنشتغل ازاي. معايا حله؟ وانا عايز السمك ده بعد ما اعمله اقلبه في قلب الحله. فكره عمل المقلوبه مع بعض. ادي حله كده زي دي زي الفل. عندي صينيه على قدها، بحط معلقه زيت. حلو يا عم الشيف. بحط مع الزيت ده مكعبين من الزبده. وحقوق الطبع لدينا وبس. معانا زبده، الله، عندي بصلايه ناعمه، العب يا السمك. معانا عود زعتر حلو ينزل على البصلايه كده بالشكل ده. معانا فلفل اخضر وفلفل احمر، بناخده وننزله على البصلايه دي زي ما هو كده ونقلب كل ده. انا بحضر للرز. هنا في شوربه بتغلى على النار، انا حريص عايز منها اللي هعمل بيها الرز. الشوربه دي عباره عن ايه يا عم الشيف؟ عباره عن روس السمك. ممكن تعدك قشر جمبري، بقيت احسن مني. عندك عظم سمك شايلاه في التلاجة، بقيت احسن مني. جوزك صياد وبيهوى الصيد في اجازته وبيطلع يجيب سمكتين حلوين كده ربنا بيرزقه، تاخد العظم بتاعهم والخياشيم بتاعتها والروز بتاعتها تشيلها في قلب الفريزر وتستخدميها من وقت للتاني. النار دي ضعيفة، ناخد النار الشديدة، اللهم صل على النبي، ونقلب كده. شغالين. معانا الرز بتاعنا، هنسقطه على الخليط الحلو ده كده. يا سلام، بيتكلم مصري. نعم يا غالي، والله اختياري، بس هي احسن حاجه تتعمل بالرز المصري. يعني لو عايز تعملها بالبسماتي مش هتقول لا، بس هو الافضل بالرز المصري. شفت الزعتر في قلب، انا هشيله بعد كده، بس انا عايزه كده يتقلم مع الايه، مع الرز. توابلنا، بهاراتنا على الرز، فلفل اسود، شويه كركم حلوين، الملح التمام، البهارات بتاعتنا، كل دول يتقلبوا يا عم الشيف مع بعض. بسم الله، زي الفل. اسيب الرز بقى ايه ياخد تسيبه كده وادوره مع التوابل. واوعى تحط ميه، انا هنا ايه بحمصه. شفت الشقاوه اهو. زي ما انا شغال كده. حبيت الرز هنا بتشرب ايه يا عم الشيف؟ التوابل وحمصها. قال لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. حبيت الرز لما تتحمص هنا وتشرب التوابل. عندي شوربه السمك هنا على النار، بمجرد ما احط من الشوربه دي على الرز، الرز هياخد طعم السمك. طعم السمك تاني جه منين؟ من قشر جمبري، روس السمك في قلب الشوربه كده بتغلى على النار. شفت الحلاوه دي؟ عايزه تعملي شوربه سمك تاخدي منها، عايزه تعملي شوربه سي فود تاخدي منها، عايزه تعملي صينيه سمك بالبطاطس تاخدي منها، زي الفل. نقلب الرز تاني. من وقت للتاني اهو بحمصه، ما تستعجليش. انا حاطط زبده وزيت واقلب لغايه لما اشم ريحه البصله بتتحمر مع الرز. هي دي التركايه. عشان ناخد طعم الرز. العود الزعتر ده حلو قوي، هتلاقي شويه الرز هنا لهم طعم تاني. الارض الفلفل اللي رايح جاي مع الرز ده بيدي ايه فليفر حلو، حاجه كده سبايسي على خفيف. ونقلب الرز. النظري بتاعنا اللي متعودين عليه من الشيف المغازي علشان نفهم العملي. حلو قوي. السمك معانا اهوت، والرز جاهز، والشوربه جاهزه. خطوات العمل اللي هتتم بعد الفاصل باذن الله تعالى، هناخد الرز ده بعد التحميصه الحلوه دي كده بننقله في جنب تاني، ونبدا نرص السمك طبقات مع الرز طبقات، وفي الاخر بنحط الشوربه بتاعتنا اللي بتغلى على النار العيار بتاعنا، ونكمر الحله كويس او نقفلها كويس ونسيبها على النار هاديه.
تسمحوا لي اطلع فاصل عشان بعد الفاصل نشوف الحلويات بتاعت الشيف المغازي سمك بولتي مع الرز. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما المغازي يقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه وبنطبقه عملي قدام حضراتكم. اول معانا السمك متبل جاهز عايم في خليط من الحب، تومايا طماطم مبشوره، ملح وفلفل وكمون وعصره ليمون وشويه كزبره وشويه شبت. معايا الرز ما زال على النار بيتحمص تاني عشان اللي ما خدش باله من الاول، كانك بتحمر شعريه، عباره عن بصلايه مع زيت وزبده. حمرتهم كويس، بعدين نزلت بالرز مع شويه الزعتر مع الفلفل مع البهارات، والرز بيتحمص على النار. ارفع الزعتر ده ملوش عوزه بقى زي الفل كده، وتعالوا نطبق الاكله دي في عجاله علشان معانا لسه شغل كتير تاني والوقت ما يسرقناش. حلو، ده مش عايزه خلاص. هاخد الرز زي ما هو كده، باخد منه شويه هنا كده الله، واخلي شويه. نبص على الحله دي كده قبل ما اشتغل فيها، شوف شويه الرز الحلوين دول اهم في قلب اهم في قلب الحل اهم 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 هو ده هو ده. لا زي ما هي، ما انا جايبها على النار اهو. حلوه قوي مخرجنا. هناخد السمك البلطي ده كده نرصه هنا كده، سامعين الصوت ده كده؟ اه هي دي التركايه بقى. اه حلوه قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. واحده في النص عشان خاطر الحبايب. وناخد شويه رز مع فلفل. المكان اللي حطينا فيه سمك ما نحطش فيه تاني، والعكس صحيح. اه اهم حاجه تحميصة الرز، وواحده في النص وننزل بالرز. الرز هنا سخن خلي بالك. اه تمام يا عم الشيف، فاكرين ولا ناسيين التتبيله الحلوه دي كده اللي معانا من البدايه بتاعه السمك؟ ناخد من الشوربه الحلوه دي كده نحط عليها. يا دلعك يا شيف، يا مزاجك الرايق. اه شفت الحلاوه دي كده؟ اه دي شوربه سمك. اه هنا بتاخدي الشوربه او الميه اللي هي عيار الرز اللي انت غسلاه من الاول خالص. معانا تقريبا كوبايتين من الرز، هناخد الخليط ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، يلا اللحظات الحلوه. هو ده هو ده هو ده. يا سلام عليك يا شيف، دي ايه ده؟ مزيكا؟ اه نهزها هزه كده. واغطيها على نار هاديه كده، خلصت منها انا بقى. يلا اغطيها ولا ما اغطيها؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بتتكلم مصر في قلب الحله. اه اوزع لك الفلفل انا كده اهو، تحب انت الحاجات الحلوه دي انا عارف. تقول لي السمك هنا ايه؟ متدلع. شويه شوربه كمان. اوعى يا امي يا ست الحبايب يا غاليه يا عظيمه تغطي الرز غير لما يغلي ويبكبك على النار. حاضر عينيا، انا بس عايز اخد شويه شوربه. اه شفت ازاي؟ اه ده كرفس. اه شفت ازاي؟ الشوربه عندي. اوعى إيه تحط ميه من البراد، تفصيل الطعم هنا. نوطي النار بقى. اه يلا بينا، تعالوا نشوف اللي بعده. ايه اللي بعده عندنا؟ عندي كفته سمك هعملها بالبرغل. اوطي النار خالص، اطلع الرز لما يستوي. يلا بينا. الله يا ام سهل، اهم حاجه يا امي وانت بتعملي سمك النظافه. يا عروسه عزم حماتك على سمك، والسمك بيحب الغلبه في المطبخ اول باول كده زي ما الشيف شغال. اه شفت الدنيا رايقه ازاي؟ رايقه وفايقه. ادي السمك معايا جاهز، ومعايا النار الشديده دي اهديها هنا لو مش هتضايق مخرجنا. الرز جاهز معانا كمان 10 دقايق ونغرفه مع بعض، ومش هقلبه زي ما هو كده، بس انا كشفته علشان ايه؟ نشوفه مع بعض. اه السمك مع الرز كله مع بعضه بيستوي.
هنوريك السمك دلوقتي طلع كده فص ابيض حلو زي الفل. التفاصيل هنا في قلب الحله، ولكن للامانه وللمصداقيه هي عايزه شويه شوربه. هزودها شوربه منين؟ من اللي عندي دي اهو. سامع صوتك؟ اه هو ده المطبخ. وغطيها، لازم نغطيها حلو، ونبدا نساوي الكفته بتاعتنا على نار شديده. اللهم صل على النبي. امان يا برنس حبيبي، مخرجنا شاطر وارد. رز جاهز كانك عامله مقلوبه مثلا، عامله كبسه، شفت الشقاوه دي؟ اه شفت الجو ده كده؟ شفت الشقاوه دي كده؟ هنجيب سرفيس دلوقتي ونغرف الرز بتاعنا ده كده مع بعض، ونشوف السمك هنا اخباره ايه. يلا بينا، عايزين نشوف صوره حلوه يا عم الشيف. من ساعه ما اشتغلت وانت بتتكلم لغايه دلوقتي ما شفناش انتاج. وارد تقولي كده وانت قاعده، هسامحك لغايه لما تشوف الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا يلا بينا هناك، يلا هنا، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلاوه. نعم، عايز تشوف سمك انت، انا عارف مالك انت ومال الرز، بس للامانه والله العظيم تاكل الرز وتسيب السمك. اه اوريك الفص الابيض انيه، شوف الفص الابيض عامل ازاي. بص بص بص، دهب ده ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اه ده على فين؟ اهو شفت الحلاوه؟ هو ده اهو. والله اللي عايز يجتهد بقى يضرب الشوكه بتاعته والسكينه بتاعته والطبق بتاعه، طلع حته السمك الحلوه البولت الحلو ده كده مع شويه رز. والامانه وانتوا عارفين الشيف صادق معاكم، ياكل الرز ويسيب السمك. الف هنا وشيف يا عم الشيف. البرزنتيشن بتاعي عود زعتر حلو كده، جوزي بيحب الحر، انا شخصيا بحب السفره يبقى عليها حر كده. بقت عروسه على السفره، اشتغل في البطاطس بتاعتنا. كفته ما تقلقش عليها، انا مطمئن. اه حلو، بص عليها كده ودلعها. هناخد البطاطس دي بعد التقطيع الحلوه، زي ما هي كده بنحطها في البايركس ده كده.